في ورقه مفروض اهي في كارت هنا على الابيض ده. ايه ده؟ ايه بقى المكتوب؟ الصداقة. غريبة الكلمة دي. الصداقة. هل ممكن تبقى في صداقة حقيقية بين ناقد فني وفنان؟ ممكن. هتنقده ازاي؟ اذا كان في اتفاق من غير ما يعلن، زي مثلا هقولك على حد راحل وحد موجود وكتير يعني سوسن من بدري، احنا علاقتنا قوية جدا انا وسوسن، كويس؟ زينة نفس الحكاية، لكن برغم ذلك بنقد براحتي. ممكن يحيى الفخراني. انا ما اقصدش علاقة طيبة، يعني لو انا لا بتكلم عن صداقة. صداقة لا، ما عنديش صداقات. ما عندكش وده خطأ صداقة. يعني انا مش حلو ان اقول كده، بس انا عموما كان اخر اصدقائي المقربين الله يرحمه مجدي مهنا، ده كان صاحب كبير قوي، ما عنديش صداقات حتى على كل المستويات. صديق الحميم يعني لا، مش موجود. ما فيش. لا، من بره الوسط، جوه الوسط لا. لا بس في ممكن تبقى علاقه كويسه، يعني خالد الصاوي علاقه جيده، بس هو يعلم جيدا ان العلاقه الجيده دي ممكن يبقى عامل فيلم او مسلسل يلاقي كلام سلبي كتير، بس عادي شوفني بياخدني بالحضن. الكارت اللي بعده